بعد هدوء نسبي شهدته المناطق الساحلية في محافظة حجة، تعود المعارك من جديد وبضراوة أشد. اتمكنت وحدات الجيش التابعة للمنطقة العسكرية الخامسة مؤخراً من ربط مديريتي عبس وميدي ببعضهما من خلال السيطرة على وادي حبل الساحلي الفاصل بينهما. جاء تحرير وادي حبل من قبضة الميليشيا بعد معارك عنيفة استمرت لساعات بين الجانبين، أسفرت عن مقتل عدد من عناصر الميليشيا وضبط عدد من الأسلحة بعد انسحاب تام من قبل مسلحيها. تم اليوم السيطرة على قرية حبل ووادي حبل وميناء حبل بعملية ضغط الأبطال الجيش الوطني، وتقدم مستمر، وشكرا لأبطال الجيش الوطني. الجيش الوطني وبإسناد من قوات التحالف تمكن من السيطرة على قرى ووادي حبل الساحلي المحاذي لمرسى حبل، والذي تمت السيطرة عليه العام الماضي بعد أن كانت تستخدمه الميليشيا كثغرة بحرية لتهريب الأسلحة إلى مناطقها. وتكمن أهمية السيطرة على وادي حبل التي تبلغ مساحتها 20 كيلومترا في كونها تعد خطوة أولى في طريق الاقتراب من منطقة الجر، التي تمثل أهمية استراتيجية للميليشيا، حيث تتخذ منها مواقع تدريب ومخازن أسلحة ونقطة انطلاق لزراعة الألغام في عرض البحر. في الشهر ذاته وقبل أيام من هذه المعركة، كان الجيش قد سيطر على قرية الطينة، والتي كانت عاملاً مساعداً لتمهيد الطريق أمام الجيش للسيطرة على وادي وقرية حبل.